خطوه باش تقصوا هي انكم تقصوا بهذه الطريقه. دونك عندنا دائما ريبا ديال تيكون هنايا قدامنا و تنكونوا لي بي ايكارتي، ومن الاحسن تقصوا في الوسط بهذه الطريقه، هذه البلاصه اللي فيها هذيك اليد اللي تنسوا بها الوسط قادر، ولي جونب تيكونوا ايكارتي، فهذه احسن بوزيسيون باش تقدر تقرب الكليب ديالك. فاول بوزيسيون هي انك تجلس على لي جونب ديالك على الفاس ديالك. دوزيام بوزيسيون هي انك تجلس على الركبي ديالك وتكون لي جونب دائما ايكارتي، فهذه هي احسن وضع باش نقدر ندير سميتو باش قبل ما ندخل الماء قبل ما نبدا نتعلم انني نوقف. اون فوا تعلمت هاد لي بوزيسيون وتعودت على انني صافي يعني تندخل، حسيت بواحد الراحه ديالي واحد الكونفيونس ديالي، ديك الساعه تنبدا نهز يعني لو بادل ديالي. نعلمكم الطريقه، بحال اللي سبق وشرحت لكم من تتبغي تزيد القدام خصك غادي دير ضرب القدام، من تبغي تدور يعني ضروري تدير هذاك لو دومي سيركل نص حلقه. فالو هاي هي الطريقه اللي تنقدر نتعلم بها. دابا ندوزو ديريكتومون للماسك.